وللمزيد حول الانتهاكات تنضم إلينا عبر الهاتف منال أحمد زوجة أحد المعتقلين. سيدة منال، لو تشرحي لنا ما لديك من معلومات حول الاعتداء على المعتقلين في سجن القاهرة الجديد. هي أولا أنا مدام ندى مش أستاذة منال. مرحبا بك. أيوة، حصل اعتداء على المعتقلين، 4 معتقلين، عمرو عبد الوهاب ويوسف جمال الغنام وعبد الرحمن محمد أحمد ومحمد المغوري، حصل عليهم الضرب وسحل وحلق شعرهم. انتهاك يعني ما اقولكش، يعني كان انا شفت زوجي وهو معتدى عليه بالضرب، كان حاجة ما تشربش، يعني حاجة صعبة. كان كل مرة يعني بسبب ايه انا لغاية الان ما اعرفش سبب ايه. وغير كده اللي هما يعني ايه، كان كل مرة لما يحصل انتهاك ما كانش بيحصل بالضرب، كان ممكن يوديه دواعي او تأديب. التأديب ده كان مثلا اكل ممنوع عنه الاكل والشرب والزيارة، وعنبر الدواعي برضك نفس النظام، انما المرة دي ضرب. فيعني دي كانت حاجة صعبة. طيب ما هي الأسباب سيدة ندى؟ ما احنا لغاية الآن ما عرفش إيه الأسباب. أنا ما شفتش، أنا لما رحت الزيارات فاجئت زوجي جاي لي، كان طبعًا غرفة منفصلة، ما دخلونيش قاعة الزيارة، شفت زوجي غرفة منفصلة، ما عرفش إيه الأسباب. يعني أنا رايحة الزيارة عادي جدًا، ما عرفش إيه السبب اللي هو كده. هو طبعًا في كلام كتير، ممكن موبايل، كلام من ده، بس برضك مهما كان السبب ما كانش يؤدي للضرب ده. طب ماذا عن حالة المصابين؟ هل لديك معلومات فيما يخص هذا الموضوع؟ معلومات أنا ما عادش أعرف حاجة من يوم الضرب، كان يوم الثلاثة اللي فات. كل اللي يروح يجوا، ما نعرفش حاجة عن الأربعة دول، يعني الأربعة دول ما عادش نعرف عنهم حاجة. كل الأخبار اللي بتيجي إن حقوق الإنسان راحت واتكلمت معاهم وكده، وإن هيتم حل الأمر. غير كده ما نعرفش أي حاجة عنهم، هم ممنوعين من الزيارة. طيب المعتقلون بدأوا من جانبهم إضراب عن الطعام والشراب، كيف تعاملت سلطات السجن مع هذا الإضراب؟ ما تتعاملتش، هو بالنسبة لهم أمر عادي لغاية الآن، ما بي يعني لغاية الآن ما وصلوش لأي حل خالص، بيتعاملوا مع الأمر كأنه عادي. هو أصلا عملوا كمان في العنابر، منعوا أصلا أكل عن عنابر عنبر ثلاثة، في هناك السجن عنبر ثلاثة، ده منعوا عنه الأكل، ان الزيارات تدخل ممنوع الزيارات اللي هي تدخل. انما هو احنا بقالنا 5 سنين كل ما نعمل اضراب بيتعاملوا مع الامر عادي جدا، ده ما يكون امره مش مهم. شكرا جزيلا لك يا سيدة ندى زوجة احد المعتقلين في سجن القاهرة الجديد، كنت معنا عبر الهاتف.